حسنا، نحن في الدرس السابع بالطبع لم تتوقعوا هذا الكم من الكلام عن البرية. لكن أريد أن أستمر في مسار تنمية الروح القوية. دعونا نراجع آية يوحنا المعمدان ثانية. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى ليس بالنفس بل بالروح وكان في البراري صيغة جمع إلى يوم ظهوره لإسرائيل. تخيلوا هذا. كان يوحنا ابن كاهن، صحيح؟ ولم يكن ابن كاهن فقط لكن ابن الكاهن الذي دخل القدس ليخدم الناس و الكاهن الذي زاره رئيس ملائكه الله جبرائيل وجبرائيل وهو من اروع ملائكه السماء اخذ مهمه المجيء لاخبار ابيه كم سيكون الصبي عظيما اذا تخيلوا هذا يقول ابوه نعم الملك جبرائيل جاء واخبرني عن ميلادك وكبر يوحنا وكان لديه صراع كبير وهو انه كابن لكاهن كان ميراثه ان يرتاد مدرسه في اورشليم ويدرس على يد اعظم معلم توراه في جيله كان يدعى غملائيل وكان كل جيرانه كهنه وابناؤهم ابناء كهنه وكانوا يقولون سنذهب للمدرسه العام المقبل وغملائيل سيدرسنا لكن يوحنا كان منجذبا الى الصحراء والان تخيلوا هذا الوضع يقول الروح القدس له اذهب للبريه اذهب فيقول لكن كيف هذا يجب ان اذهب الى المدرسه ليدرسني المعلم غملائيل والروح لا يجادل فقط يقول الصحراء لكن انتظر لحظه اذا ذهبت الى الصحراء لن اصير واعظا لن ادع في اي هيكل لن يدعوني احد لاخدم في الهيكل ساكون غير مؤهل الصحراء لكن يا رب انت اعلنت انني ساكون خادما عظيما للانجيل اعلنت ذلك عند ولادتي هذا غريب ان ذهبت للصحراء ساصبح متواريا ولم اعتد ذلك فيقول الصحراء واخيرا يذهب يوحنا للصحراء تمرن ثلاثين عاما ليخدم سته اشهر ورغم ذلك قال عنه يسوع انه اعظم المولودين من النساء خدم سته اشهر فقط وقال يسوع عنه انه الاعظم فكروا في الانبياء دانيال فكروا في صموئيل لكن يسوع قال هذا هو اعظم نبي اذن ترون الصراع الحادث هنا لان هناك ضغط للذهاب مع الاكثريه وعمل ما يعملونه لا نسمع صوت الله من المهم جدا أن نفهم هذا الأمر، لذلك فعنوان هذا الدرس هو لا تنجب إسماعيل. حسنا، ماذا يعني هذا؟ سأتحدث عن شخص آخر في العهد القديم وهو أبو إيماننا واسم هذا الشخص إبراهيم. عندما كان إبراهيم في الخامسة والسبعين، ظهر له الله. تخيلوا ما حدث. ظهر الله للرجل. حسنا. والرب بنفسه قال لابراهيم انا ترس لك اجرك كثير وبماذا اجاب ابراهيم لا يهم لان هذا ما قاله بالضبط عمري خمسه وسبعون وزوجتي عاقر سوف اعيش ثلاثين او خمسين سنه اخرى ستكون اجري لكن ليس لي وارث وارث بيتي هو اليعازر الدمشقي فاجاب الله لابراهيم وقال هذا الوعد العظيم فإذا كلام الرب إليه قائلا اسمعوني لا يرثك هذا أي لا يرثك اليعازر الدمشقي بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك هل قال الله كلمة عن سارة؟ لا و ومر أحد عشر عاما وطوال الأحد عشر عاما لم يقل فيها الرب أي شيء عن سارة فكروا في الأمر أحد عشر عاما لم يقل الرب اي شيء عن ساره كان خمسه وسبعين ثم احد عشر عاما فكروا احد عشر عاما وما زال ابراهيم بدون اولاد ساره ما زالت عقرا وابراهيم الان اوشك ان يموت فلم يكن الامر سهلا فاتت ساره اليه وقالت له لقد وعدك الله ان يكون لك ابن ومن الواضح انه لن يكون مني انا لذا تزوج هاجر خادمة المصرية، فأحصل على هذا الابن من خلال هاجر. ثم نعلم ما حدث أنجب إسماعيل. إذا إسماعيل كان في الأساس هو محاولة إبراهيم إنجاب ما وعد به الله بقوته وقدرته الشخصية. حسنا، من المهم أن نفهم هذا. يقول بولس عن هذا في غلطية أربعة، فإنه مكتوب إنه كان لإبراهيم ابنان. واحد من الجاريه ولد حسب الجسد اي بمحاوله جسديه لتحقيق وعد الله واما الذي من الحره فبالموعد اي بتحقيق الله لوعده وكل ذلك رمز اي السيدتان انا كنت في الجامعه وحين تحدث الله معي عن الخدمه كان اخر شيء اريد ان افعله هو ان اكون خادما يا للهول كان لدي صورتان عن الخادم كنت في قريه صغيره الأولى الكاهن الكاثوليكي وهم لا يتزوجون. وأنا لم أريد ذلك. الصورة الثانية كانت قسا يرعى كنيسة صغيرة في قريتنا. وكان لديه ابنان غريبا الأطوار. غريبا الأطوار. دخلت بيتهم مرة وكان غير مرتب ورائحته سيئة فكتمت أنفاسي إلى أن وجدت عذرا لأخرج. لم يكن لدي صورة جيدة. كنت أرى أنه إما سأكون كاهنا ولن أتزوج أو في بيت نتن أو في أفريقيا حافي القدمين. لذا لم أرغب في ذلك أبدا قضى الله وقتا ليتعامل معي وأخيرا قلت حسنا يا رب سأذهب إلى حيث تريد حتى إن أصبح بيتي رائحة سألبي دعوتك لأني أحبك حسنا وأصبحت متحمسا وتعرفون ماذا قال الرب حين كنت أذاكر ديناميكا وقذفت كتاب الديناميكا على الحائط وقلت يكفي هذا أنا مدعو للخدمة وليس لدراسة الهندسة وكانت جامعتي بها احد اصعب مناهج الهندسه الميكانيكيه في الدوله كلها فاتصلت بصديقي وقلت له ساتوقف سادرس اللاهوت فقال لنصلي فصلينا وقال الله لا تتوقف اريدك ان تكمل دراسه الجامعه فاكملت باقي سنوات الدراسه ثم صمت اربعه ايام وفي اخر يوم قال الرب اريدك ان تعمل في الهندسه فتضايقت جدا لانني كنت ابحث في نشرات اللاهوت فقلت ماذا تفعل يا رب وضعت هذه الدعوة على حياتي ثم تقول لي اعمل بالهندسة. فقدمت وجاءتني ثلاث عشرة وظيفة. وعرفت أيهم أرادني الله فيها لأنني قدمت في كل المدن التي فيها كلية لاهوت جيدة. وأطعت الله وذهبت إلى المدينة التي اختارها وكان فيها كلية لاهوت. كان متاحا لي أن أذهب لكلية اللاهوت مساء. حسنا؟ فكنت أعمل في الصباح وأذهب لكلية اللاهوت في المساء. وبعد عام في كليه اللاهوت، قال الله لي: انا لن انميك بهذه الطريقه. ما كنت افعله هو اني اكافح محاولا تحقيق وعد الله. لكن في النهايه عملت في كنيستي في الاهتمام بالخدام الضيوف. كان لدينا حوالي 450 عضوا، وكان ياتي الينا خدام كبار. وكانوا يرون دعوه الله لي فيقولون: يجب ان تذهب وتزرع كنيسه. لقد كانوا رجالاً ونساءً أحترمهم كثيراً. قالت لي إحداهن: "يجب أن تذهب للكاريبي وتبدأ خدمتك مثلما فعل تي إل أوزبورن". لقد ربح 62 مليون نفس ليسوع في أفريقيا والهند. بدأ في الكاريبي. فبينما يتكلمون كنت محتاراً لأنني أحترمهم. وكانوا يقولون: "لديك دعوة يجب أن تفعل شيئاً حيالها، لكنني أخدم في كنيستي". كنت أصارع في هذا الأمر، وفي النهاية استسلم. وبدأت خدمة بفير. وكان شعارنا الكرازة للعالم بتلك الحروف المضيئة، حسنا. ثم طبعت كروت عمل، وكنت أقول للناس: يمكنني أن أعظ لكم وأوزع كروتي. وبدأت أسجل شرائط، تعرفون الشرائط؟ حسنا، أنت تعرفها. هم لا. على أي حال، أعددت سلسلة عظات وأجلست زوجتي وصديقتها هكذا في شقتي، ووعدت العظات وكانت مملة، فنعستا في إحداها. كان لعابهما يسيل من فمهما ثم اخذت الشرائط وطلب مني احدهم ان اعظ واخر اعطاني مائه دولار لهذه الخدمه الاسماعيليه كان علي ان اناور واحتال بعض الشيء لاناسب كل تلك المواقف وهكذا كنت ارقي نفسي بنفسي اتفهمون وكان الوضع عاديا توجد بركه لكن لم يكن هناك تأثير تأثير مميز. هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا. اختر لغتك. اختر ما تريده من المكتبة الشاملة. كتب إلكترونية. رسائل فيديو. كتب وتعاليم مسموعة، برامج تلفزيونية وكتب مقدسة. لتعرف أكثر زر لأن القضية ما ننجبه بالجسد سيتقوى بالجسد، الله سيبارك كلمته وستضطر أن تمولها بالجسد. لذا كان علي أن أبدأ في إقناع الناس ليشاركوني ليساعدون في تطوير الخدمة و ظللت أكافح وأكافح ثم ذات يوم كنت جالسا في اجتماع رايت تي ال اوزبورن على المنبر وكان احد ابطالي وسمعت انت ستعمل معه وفكرت واو ساعمل مع تي ال اوزبورن فحاولت جاهدا ان انجح هذا الامر كان في تالسا اوكلاهوما وانتقل الى اورلاندو فقلت لزوجتي هذا اتعلمين سانتقل لاورلاندو سننتقل إلى أورلاندو سأبيع سياراتي المستعملة لأنه لن يطلبني لأني أعمل في كنيستي وهو رجل نزيه فبدأت أحاول أن أنتقل إلى أورلاندو وأذكر كم عدم الارتياح الذي شعرت به لكنني لم أصغي لذلك فعدت وكنت سأخبر الراعي غدا أنني سأستقيل وأنتقل إلى أورلاندو فأرسل الله لي ثلاثة قدام على الهاتف من ثلاث ولايات أعرفهم. قال أحدهم: ما رأي زوجتك؟ فقلت: حسناً، لم تكن موافقة. قالت: سأفعل ذلك خضوعاً لك، لكنني أظن أننا مخطئون. أخيراً، آخر شخص في الساعة الواحدة أو الثانية صباحاً كلمني على الهاتف، كان قصاً. وفهمت وقلت: أنا أنجب خدمة إسماعيلية. وأتذكر في اليوم التالي قلت لراعي كنيستي انا كنت ساستقيل لكنه كان اسماعيل وبدات ابكي كطفل رضيع وتركت هذا الاجتماع ولعبت كره السله مع القساوسه ومع كل الموظفين واذكر كنت استعد ورن هاتفي كان تي ال اوزبرن فقلت انتظر لحظه يا جون سنعود الى تالسا وأنا وديزي نحتاج مساعدًا، نريدك أن تزرع كنيسةً حتى يمكننا أن نعد كل هذه الأماكن في كل العالم. تحدثت معه ساعتين وكنت أقفز من السعادة، فخرجت لأنني خفت أن أصطدم بالسقف، فخرجت إلى الخارج، وأذكر أني شعرت بوخزة، وخزة في روحي، فقلت يا رب انتظر لحظة لا يمكنك ان تفعل هذا انت قلت اني ساعمل معه كان معنى ذلك ان اخدمه حين اتى لكنيستنا وهو قال هذا لي قبل ان ابدا في العمل لكنني قلت لا تفعل وصارعت تلك الوخزه ثلاثه ايام وفي اليوم الثالث ضربت بقدمي على الارض وقلت سوف اعمل معه باسم يسوع فتوقفت الوخزه كان هذا من اخطر الامور التي فعلتها ثم سفرونا وحاورونا خمس ساعات وقدمونا لجميع موظفيهم، ودبر سكننا، لنعد، لكنني استمريت في الصلاة، ومن رحمة الله عادت الوخزة، فأصبحت لا أعرف ماذا أفعل. لقد أعلن الراعي لشعب الكنيسة كله أن جون وليزا سيذهبان للعمل مع تي إل أوزبورن وديزي، اللذين قادا 62 مليونا للرب، خادم رائع جدا. و... أذكر أن تلك الوخزة عادت، واتصلت بالأخ أوسبرن وقلت: هل نتحدث أكثر عن الأمر؟ فقال: نعم، تعال هنا. فذهبنا إليه وقررنا كلنا أننا نحب بعضنا، لكنها ليست مشيئة الله أن نعمل معهما. وهكذا عدت، وأتذكر أنني دخلت مكتب أعز أصدقائي الذي كان قسّاً مساعداً في كنيستنا. وقلت: أشعر أنني بهذا الحجم. أشعر أنه يمكنني المرور تحت الباب. كل الكنيسة تعرف أنني سأعمل مع تي أل والآن لن أذهب والأسبوعان التاليان أنا كنت أبكي كالرضيع كلما أصلي لم أستطع أن أصلي أصلا لأن هذا هو ما كنت أبحث عنه لأربع سنوات وأتذكر أنه بعد هذه الأمور بأسبوعين صرخت بأعلى صوتي ذات الصباح يا رب لماذا لا تجعلني أعمل معه لماذا جعلتني أضع هذا على المذبح؟ فقال لي: "هذا لكي أرى هل تخدمني أنا أم الحلم". وفي ذلك الوقت، امتلأت بالسلام، وانفتحت عيناي وفكرت: "لدي زوجة رائعة. نسيت أن لدي زوجة رائعة مذهلة، ولدي ابن رائع، و... لم ادرك ما لدي انا اعيش في شقه جديده جميله وهناك مسبح على بعد ثلاثين خطوه من شقتي وبدات استمتع بحياتي لانني لم اعد اكافح بالجسد لانجب وعد الله لي فشعرت بالراحه لدرجه اني استغربت وقلت كيف لم اعد اكافح لقد اعتدت على الكفاح طوال الوقت وبعد سته اشهر فتح الله الباب بعد ثمانيه عشر شهرا في البريه فتح الله الباب ولم يكن كما توقعت كنت رفضت تي ال اوزبورن الذي كان سيجوب العالم لان خادما جاء وقال اظن انك ستكون راعيا لشبابنا واكد الله الامر لي وقلت لنفسي هذا اخر شيء كنت افكر ان افعله حتى راعي كنيستي قال لي لقد شبعت من هذا الامر فعلت هذا لاربع سنوات ونصف هذه لا تبدو لي خطوه للامام فقلت الله قال هذا فقال ساباركه وذهبت الى هناك وخلال السنتين التاليتين في رعايه الشباب اوصل الله للناس ما اوصله لنا لكن المهم في هذا الموضوع اننا يجب ان نتذكر ان الله يعدنا وعودا حقيقيه لكن ان حاولنا ان نساعد الله لا تسيء فهمي أحيانا يقول الله افعل هذا ويضع الأمر في قلبك فيجب أن تفعله، حسنا؟ لكن إن حاولنا أن نساعد الله في تحقيق ما وعدنا به ننجب إسماعيل، وهذا ما حدث مع إبراهيم وسارة، وهذا ما لا أريده أن يحدث معكم، لأن إسماعيل تصارع مع إسحاق طوال حياتهما وإلى الآن، لهذا قال بولس في غلطية إن سارة وهاجر رمز، وأنا لا أريد أن أنجب إسماعيل في حياتي، لأنه سيصارع الوعود التي يعدني الله بها طوال حياتي. بتعبير آخر إن تجاوزت الله أو لو كنت أعلم، آه لو كان علمني أحد هذا، كان سيقول: أنت تعيش بوخزة في قلبك الآن. تعرفون ما هي الوخزة؟ إنها خدش، شعور بعدم الراحة في داخلك في حياتك. كل شيء يبدو صحيحا سأعمل مع من اشتقت أن أعمل معه إنه بطل في الإيمان لكن في داخلي أسمع هناك خطأ ويقول الكتاب المقدس الذين ينقضون بروح الله حسنا الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا يتحدث إلى دواخلنا وحين تشعر بعدم الراحة قل انتظر لحظة دعني أتحقق من الأمر فربما أنا أنجب إسماعيل وإن صممت على تكملة الأمر تحمل لانه سيكون هناك صراع طوال حياتك بين اسماعيل الذي انجبته ووعد الله الحقيقي اتمنى ان تكونوا سمعتم ما قيل لا نحتاج خدمات اسماعيليه بل بوعد من الله هذا سيغير عالمنا